في محطة صدام ونا الفضائية انفجر خزان الأكسجين، مما تسبب في فقدان الأكسجين بشكل مفاجئ. حليم القبطان يتلقى إشارة استغاثة من المحطة الفضائية ويدرك نفاد الأكسجين لديهم. حليم يطلب من سجود المساعد الأول إصلاح مصدر الأكسجين، لكن سجود يلحق به المزيد من الضرر عن طريق الخطأ. آية المهندسة الميكانيكية تحاول التوصل إلى حل لإصلاح إمدادات الأكسجين بينما يكافح الطاقم من أجل التنفس. بينما تعمل آية على الإصلاحات، تنخفض مستويات الأكسجين بشكل خطير، مما يؤدي إلى فقدان أحد أفراد الطاقم وعيه. زهيرة عضو آخر في الطاقم تكشف عن وجود مصدر أكسجين سري للطوارئ. يسترد الطاقم بسرعة إمدادات الأكسجين الطارئة ويتمكن من تثبيت مستويات الأكسجين في الوقت المناسب. مع تجنب الأزمة، يفكر الطاقم في أهمية الاستعداد والعمل الجماعي في الفضاء